السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده. وشكرا لكم من القلب، والله الا من القلب، على لي كومونتير، على لي لايك، وشكرا بزاف بزاف بزاف. والله يجعلها في ميزان حسناتكم في هذا النهار اللي خطيكم عليا، والله يحفظكم. هذا فيديو تقريبا فيه بزاف الاسئله على بعض، فيه بزاف الاجوبه على بعض الاسئله اللي خليتو ليا، على الماكينه، على داك البرودوي ديال السبرديلات. المهم روتين ديالي وانا كنجاوبكم وصافي، ونخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. صباح النور، صباح الرباح، صباح التيسير، صباح الرزق الكثير. كي صبحتوا بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ وليداتكم معز عليكم، الله يحفظكم والله يبعد عليكم شر الخلق، يعطيكم كل ما كتمناو. شكرا بزاف على التعليق اللي خليتو ليا في اخر فيديو، شكرا بزاف 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 بزاف. والدعوات اللي خليتو لمصطفى والنهيله، الله يعطيكم الرزق يا ربي، ويعطيكم الصحيه، ويعطيكم ما كتمناو. انا هنا راه متصالي ندير فطوري، حيت غدا خارجه البنات نقضي واحد الغراض في المقاطعه، وغادي نرجع ندير الغدا. الغدا عارفه شنو غندير ليه. المهم غادي ندير شويه السفه مدفونه ولا مردومه ولا المهم كيف ما قالوا لي. هنا غادي نفطر، وريحانه باقا ناعسه. صافي هنا فايت تحليبه، نصايب لي كاس القهوه باش نفيق. صافي وحطيت هنايا البنات، ما قدرتش على الخبز، ملي كيكون هكا الصباح شويه بكري ما كنقدرش ناكل الخبز. خديت كرواسه وبتيبان، نخلي الريحانه بتيبان، وانا ناخذ هذه. كيعجبني هكا فيها شويه ديال الجبن، كتجي زوينه. وواحد المعلقه ديال سلو، هادي ناكل منه، نخلي من الريحانه حيت ما كناكلش سلو بزاف، غير هو مع الصباح كيعطي واحد شويه القوه. واحد الكعبه وحده، نقول يلا يجعل شي بركه. شوف بغيتي هما اللي لقيتها باقا عندي، خديتها حطيتها. صافي غادي نفطر ونخرج نتسخر، غادي نوري الاخوات بالنسبه لي بغاو يشوفوا لومبالاج ديال النهيله غسلات السبرديلات، غنوري لكم في هذا الفيديو. وواحد الزبده بغاتها واحد الاخت نوريها ليها. صافي يا البنات، راني جيت من الزنقه، ما درتش صفه، ولكن راني غنديرها في العشيه حيت ما كاين حتى واحد. كاين انا وريحانه، صايبت شويه البيض هكا في القلايه، ودرت شويه البيض هنايا، طيبت اومليط. صافي بركه، نتغداو بهذا الشيء. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. ونصبن نوريكم البنات البروغرام لي الاقتصادي في الماكينه اللي كنديرو هكا الا كانوا الحوايج موسخين. مهم واحد الاخت بغات تشري بحال هاد الماكينه، ديال الثمن وكلشي دايره 3300 درهم باش خديتها انا، دابا والله ما عرفت الثمن. مهم زوينه بزاف الحمد لله. واحد البنت قالت لي ما تعين، زعما ما تبقيش تقولي علاه غتعين وتخسر لك. لا لا يخطيك، الله يحفظك. صافي نتغداو وندوز نرتاح واحد شويه، حيت عييت حيت من المقاطعه دزت هبطت لستاسيون افريقيا باش مشي جبت واحد الامانه مصيفطه عليا واحد البنت من واحد البلاصه قريبه لزاكوره واقيلا. انا غنقول لكم سميت المنطقه بالضبط، مصيفطه عليا داك الخل ديال الخل. كانت بغات تصيفطوا ليا مع العيد باش ندير بالجديد، ولكن ما كتبش. انا غنوريكم داكشي اللي جاني ونكمل الشقه، نرتاح شويه ونوض نشقى ان شاء الله باذن الله، نكمل الشغل اللي باقي تابعيني والصابون، شحال من حاجه تابعاني. يلا صافي البنات، نعست خمرت نعست حيت الكوزينه كتكون عندي سخونه. صافي الدار اصلا كانت مجموعه، ما قلتلاش راني نرتاح شويه. من يجيكم النعاس البنات صنطوا العظيماتكم، من يطلبوا لكم الراحه عطيوهم يرتاحوا، حيت صافي الانسان ملي كيعيا كيعيا ما كيبقاش، يعني داكشي اللي كتبقاو ديروا راه غير فوق طاقته. واحد الاخت غادي نوريها دابا، قالت لي شنو كتاخدي باش زعما على حساب عندي الكواط، والكواط كيديروا الخمول، زعما كتشوفني هكا اكتيف شويه ونشيطه. انا غنوريك شنو كناخد، كتجيب لي اختي شي فيتامينات الصراحه، وكتجيبهم لي حتى اختي، وكانت كتجيبهم لي واحد السيده كانت صاحبتي حتى هي في الانجليز، فيتامينات زوينين. ولكن دابا هادو اللي عندي، هادوك واخا مابقاوش عندي، هادو اللي عندي هادو جابتهم لي اختي، انا غنوريهم لك زوينين. صافي دابا منين نعست نط غادي نصبن هادو، راهم نقاين، راه ما غاديش ندير لهم بزاف، غندير لهم نص ساعه. والاخرين اللي موسخين هما اللي غادي نخليهم شي شويه يتصبنوا. جيتي سخط ريحان البيم، باغا نصايب تشيز كيك حيت ما صايبتوش ليهم، يونو هايله لاصقاني، وغنصايبو بالحامض دابا ماشي بالليمون. حتى هذاك راه بالحامض، غير ديك الطبقه الفوقانيه، غير الطبقه الفوقانيه غتكون بالحامض، كيجي تا هو منعش. درت البنات هانتوما كتشوفوا، دايره اوني هنا، ماشي اوني يا ويلي، ابيسي البنات ديال الحامض، ديرها هنايا. غادي ناخذ نص
ابي سي ونص. غادي ناخذ هذا منها كيخلي لي هذا الحوايج رطبين والريحه زوينه، والاخر تيخرج الحوايج حتى هذا ما مسخينش. هذا واحد الاخت بغات تشري بحال هذه الماكينه، واحد الاخت كتبت لي كومونتير في التعاليق ديال نهار الاثنين، قالت لي شريت بحالها راه صدقات فنا. قلت لكم راه زوينه كتخرج الحوايج الصراحه زوينين. دابا انا كما قلت لكم ما غاديش ندير بزاف، غادي ندير لها نص ساعه، كندير ديال ربع ساعه. ها هي هذه ما بين 14 ندير نضاضري ما بين 14 و 30 دقيقه كتعطيني هي 14، وكنجي البنات هنا كنورك كترجع ليا 30. صافي ما غادي ندير لها لا بوز نرقدهم لا والو، غادي حيت نقاين هادو الا عرق وداك الشيء غندير لهم. مني كندير نص ساعه وكيكونوا شويه الوسخ كندير لهم بوز كنرقدهم واحد شويه، مني دابا نقيين ما غاديش ندير داك البوز ما غنديروش. وبالنسبه للماكينه ما تكثروش جوج دورات في النهار بركه، ما ديروش اربعه ولا اكثر، جوج دورات بركه. غندوز معكم هذه بالزربه حيت صراحه بغيت نديرو بلا ما نصورو نوريه لكم واجد، ولكن عرفت بعض الاخوات غيسولوني. خديت جوج من هادو داك النهار، درت جوج من هادو، دابا خديت جوج من هادو الكبار ديال جوج دراهم ونص. هنا غادي ندير تقريبا جوج معالق ديال الزبده، طحنتهم البنات طحنتو طحنتو وغادي نرملو بيدي مزيان. وراه ضروري ديروا الحليب، لما درتوش الحليب غيتقسم لكم هاد البسكوين فرتات، ديروا جوج معالق ديال الحليب كيخليوه كيتقسم كيرطبو كيرطبو كيخليه يجي مجموع. واحد جوج يا ختي، واخا تكون غتاكلك من عيني كنعات لها الحامض ما عرفاتش كتجيبو. نشد نكرصها مخبيه الحامضه مخبيه، غادي نكرصها يا البنات هكا تجي سمك واحد رقيقه ما طلعوش مع الجناب يكرصو بتجينا ديك الطبقه التحتانيه اللي غيجي تجي فوق منها الكريمه. هذه راه دخلتها للفران داك النهار سولتني واحد الاخت دخلتها غير كتنشف شويه كنا تولي تقيسو الكريمه تلقاوها ناشفه صافي، كنعطيها تقريبا انا واحد 10 دقائق صافي. درت داك البسكويت في الثلاجه فريكو، هنا الجبن مابقاش عندي بزاف، هي خاص يكونوا عندكم ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الجبن، ولكن ماشي مشكل داكشي اللي عندي غنديرو صافي. خديت هنا الجبن اللي كان عندي داكشي اللي كان، ديرو نتوما ثلاثه المعالق كبار ديال الجبن، الا ما كانش ديرو كيري ولا ديرو الفرماج المثلت ديرو خمسه ديرو اربعه ديرو اللي عجبكم، ديرو حتى ثلاثه ماشي مشكل. هو حاجه انا كيكون عندي داك الجبن ديال الطاسه صراحه كثر فيه كيجي زوين. السكر ديرو على حسب الطوق، بغيتوش يجيكم حلو ديرو غير معلقه كبيره. هذا هذا انا نوريكم حق هاد الياغورت، جاوني عليه واحد الاسئله. هذا البنات كاين في ميم دوست كيدير جوج دراهم زوين، خذوا اللي بالسكر عاقد. وكاين واحد اخر هو ابيض بحال هذا، هو ابيض ولكن هذاك راه مسوس، حتى هو ممكن تاخذوه ماشي مشكل. لقيتوه لقيتو هذا ما كاينش، لقيتو الاخر خذوه زدوا ليه السكر حيت بحال بحال خاصو من السكر. كاس تعنيدو في الاخرى اللي كدرت معاكم درت كاس لارو، دابا حيت ما عنديش الجبن كثير درت كاس. هنا جوج معالق ديال السكر سنيده، باقي غادي نزيد واحد العصير ديال الحامضه. عندكم الحامض كثير ديرو حتى جوج حامضات ماشي مشكل، غير ما يكونش الخليط عاوتاني خفيف بزاف يكون شويه مجموع. نخلط هذا الشيء صافي، غنخلطو ونزيد عليه العصير ديال الحامضه. انا شعلت الفران البنات، هنا عصرت حامضه اللي عطاتني داكشي اللي عطاتو لي غنزيدو، نحرك مزيان يسخن الفران ندخل الطاوه تقريبا نعطيها واحد 10 دقائق كما قلت لكم ما بين الفران كيسخن شويه، واحد جوج دقائق من التحت وجوج دقائق غير تنشف من الفوق صافي. بسم الله، هاد المول راه القطر تاعو 22، الا درتو شويه كبر من هذا زيدوا شويه المقادير. كندخلو الفران البنات باش هذا كيتجمع، هاد الخليط كيجي يتجمع
ويجي مجموع. شتو ما فيه لا فلون ما فيه لا كري لا 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 نشا لا حتى حاجه، يعني خصو يتجمع في الفران. خلا كيطيب واحد شويه صافي. الماكينه راه سكتات، غادي نصب العشاء. نصبو واخا باقي الضو نصبو دابا باش ناكلو شويه بكري، بما اننا ماشي كثيرين وغا الليل ما غنكثرش. غادي ندير جوج فخيطات وجوج صدوره صافي. غنشلط عليهم واحد البصيله. هنا غادي ندير شويه البزار واحد نص معلقه، واحد معلقه ديال سكين شبير، هادي العطريه ديال الدجاج بحال المروزيه. انا صراحه كندير بها الدجاج وندير بها اللحم. هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال الخرقوم، شويه الكزبر يابس، صافي. شويه زعفران حر، شويه السمن والزيت، نردو يتقلى. انا علاش كنرد دابا؟ حيت انا السفه ديالتي تقليديه، كندير ديك السفه الاولى اللي ما كنديرش لها المطيب، ما كتعجبنيش بالمطيب صراحه، كتجيني بحال سلقتها والله. كان تجيني هكا تعجبني نفورها. شويه الزعفران حر ماشي بزاف، الملحه، الملح ما كثرهاش حيت ما فيهش الروعه، يعني ما غاديش يجينا فيه لا يجي واحد لاصوص، يجي واحد لاصوص خيط هذاك الشيء باش ما نديروش البنات سميتو هذا الشيء يقولوا لي ملحه كثيره. صافي ما درتش الثومه، بلاش بغيتو ديروها ديروها وزويته. غادي ندير واحد ضربات غير قزبر ومعدنوس من بعد، واحد شويه الماء شو باش ما تحرقش ديال العطريه. غادي نرد تقلى على خطر خطر، غنخلي ديك ديك البصيله تذوب وتطيح وما نرويش دابا، والروار غيكون شويه فين يطيب الدجاج صافي، باش ما يكونش عندي ثاني واحد لاصوص اللي كثير ماشي باغا نغمس فيه ولا باغا نسقي كسكسو. لا الا كان عندكم واحد العويد القرفه لوحوه، انا راه ما عنديش وصراحه باش تسخن الريحانه حيت سخرتها شحال من خطره وبانت لي سخفات في الدروج صافي. درت ناقص وغادي ناخذ السفه. انا جبت هنا البنات اتقان، ما لقيتش، انا كنجيب الكرام ما لقيتش الكرام، جبت اتقان كيلو ب 20 درهم صراحه اول مره غنديرها. شوفوا انا راه كنفور كيلو ياك، ما كناكلوش كله ولكن كنخليه في الفريكو اولا في الثلاجه هكا. بعض المرات كنديرو كندير مريقه عاديه ونجبد شويه نطلع فيه الكره نحطو، كتعجبني هكا تكون في الاخر دابا في الصيف عزيزه عليا السفه. انا درتو هنا قال لي مزيان خديتها مع عبد العزيز لاطا اللي تحت الدار، قال لي راه زوينه الاتقان وما غنديرها. كانت معايا اخت سعيده قالت لي لا راه زوينه، انا اول مره غنديرها. ندير الزيت ونحاول نلبسها بالزيت مزيان، حد تقريبا نص كاس في هذا الكيل. بالنسبه للشيزكيك راني خرجتها من الفرن، غنوري عليكم لكم باش تعرفوها طابت. كتبدا الجناب يبداو يصفارو، هي ماشي طابت هي غير هادي تجمع هانتوما باش شتوما تكون تاكلو فيها ما تسيحش ليكم. ما خداتش ليا بزاف، غنخليها هنا تتبرد باش ندير منها ندير فوقها الطبقه الاخيره. كنت نسيت الفلوس في الطريحانه تجيبوا لي ديال درهم صافي. انا غنحاول البنات نلبس داك الزويته كامله في هاد السفه وردها تفور الفوره الاولى صافي. البنات غنحاول ما امكن دابا نلبس هذيك الزويته في هاد السفه مزيان ونديرها تفور نطلع السطح نشر وندير الدوره الثانيه صافي. يلا خليكم معايا. دابا غادي نجبد الحوايج بزاف صافي. دابا غنطلع نشر من حد باقي الضو وعاد نجي ندير التسمينه الاخرى.
عاود درت هادو حدا هادو وهادو حدا هادي حدا خوها وهاديك حدا خوها، تريكو الصفر درتهم اللي هي وصافي حبيه اللي درت. شو ما كنديرش الماكينه بزاف، مشي دابا ندير الدوره الاخرى. ها هو يا البنات النجره ديالتي خليتها وهبط، ولكن راني ناقصه البوطه تقريبا بالي طاب بلا ما نزيد فيه كاع الماء. داك الماء اللي درت باش ما تحرقش ليا العطريه، غادي ندير واحد الربيطه ديال الربيع هنا ونخليه يطيب شويه صافي، ونهزو نفرتو نعاود نرجعو صافي. دابا بقى ليا غير السفه هي اللي غنزرب عليها. صافي البنات راني درت التصبينه الثانيه، هذه غادي ندير لها واحد المده طويله، وغندير لها الاقتصادي ما كياكلش الضو كيكون البنات. ها هو تيعطيوه لكم، ها هو ايكو ميكس 20، كيكون البنات على 20 درجه، كتكون في 1000 دوره. بالنسبه لهاد الماكينه على الاخت اللي قالت لي بغيت نشري بحالها، كاندي 9 كيلو فيها ا بلس 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 1200 دوره، صراحه زوينه لا نقول لكم زوينه، المهم انا عجبتني. وتال الاخت اللي خداتها راه كتبت لي قالت لي زوينه، الله راه ما دايرهاش لها الاشاره، راكم عارفين هاد الماركه ايطاليا يعني ما كايناش كاع، ما غاديش يديروا اشاره هنايا يعني ماكينتي هادي البنات. صافي ها هو الصابون درتو لداخل كيف العاده، انا كندير الصابون لداخل وكيتصبن صافي غنخدم. كتاخد ساعه و 36 دقيقه بسم الله. صافي هي كدور، وقيله يا البنات انا حيت ما عنديش الدراري الصغار اللي كيلعبوا، يمكن الا بغيتوهم بغيتو تسورتوها يمكن كتواركوا على هادو بجوج، هادشي اللي قلت حيت عاطيني هنا واحد الساروت بحال ما كنت الماء يعني يمكن كيتواركوا على هادو بجوج وكتسورت، هادشي اللي قلت والله اعلم. خديت البنات هنا حامضه عصرتها ما عطاتنيش بزاف صراحه، عطاتني شويه وزدت لها الماء، وغادي نصفي كاس تاع الماء باش نديرو الطبقه الاخيره ديال التشيز كيك. هنا عندي واحد المعلقه ديال النشا نزيد شويه، ما تكونش غامضه حتى الفم، ماشي مقوبه ولكن ماشي ما كاين والو. عاوتاني غنجيب هاد الفنو هذا حيت هذا كيعطيني واحد اللوين ديال الصفور يعني بحال ديال الحامض، ولكن راه غندير لاغوم ديال الحامض والسكر بلا تمشي. غندير شويه من هاد لاغوم ديال السيترون صافي، غادي ندير البنات السكر واحد المعلقه كبيره ديال السكر صافي باش ما يجيش حلو بزاف. غادي نرد البنات فوق البوطه، غير تبان لي بدات كتبحال بحال فاض الحليب بحال داك الشكل صافي. غادي نحيدها من فوق البوطه نخليها تبرد واحد شويه ونزيدها على داك التشيز كيك، نديرها تبرد في الثلاجه هي وجدات صافي. ها هو يا البنات وجد، غنبردو واحد شويه ونخوي على هاد الخليط ديال التشيز كيك. شوفوا هذا راه بارد ما يكونش سخون تخوعي، الاخر حتى هو سخون صافي. شفتوا اللوين صفار وزوين، غنديرها تبرد حتى العشاء عاد ناخذ منها مورصو مورصو بحال تحليه، المهم في الليل غتكون واجده. هذا بزاف كيوجد، ممكن ديروه في النهار وتحطوه في النهار. الاخرى اللي كتبغي تبقى بزاف في الثلاجه 4 السوايع 5، اما هذه ماشي بزاف. دابا دي غنديرها تبرد هي واجده. هالصفه هذه الفوره الاولى، الفوره الاولى كنخليها شي شويه، الثانيه كنخليها تقريبا كنبدا البلات في نص ساعه كنبقى غدا وكنهبط حتى كيطيب صافي. ملي كطيب راه كتبان صافي، وغنسقيها. هنا عندي تقريبا واحد اطرو لارو ديال الماء، هذا راه كيلو ديال السفه، ومنين نخوي الماء ضروري نبقى نفك فيها. سلام سلام، هي راه الطريقه التقليديه راه ما كتعجن ما والو البنات، ناجحه غير هي نبقاو من التحت للفوق ونبقاو نفرتوها هكا في القصريه كلها حيت كيبقى الماء في القاع ديال القصريه صافي. كمل داك الميه اللي بقات عندي صافي. هذه الفوره الثانيه البنات وصافي، ما هكا غنبقى غاده صافي باش ما يجيش الفيديو طويل، ما غاديش ندوز الفورات الخامسه. الخامسه تقريبا هي اللي كندير فيها البنات الزبده وكندير فيها الملح، ضروري تفرتوها هكا بلي تخون الماء، نجبدوها فرتوها عاد خون الماء ونرش وانا كنفك صافي، وردها تفور تاني صافي. ملي كطيب كتبدا غدا وكتبيض كتبقى الصفرا.
حلنا بيدي. هاتكم سخونه حلوها بهذا الفويل راه كيحلها مزيان. صافي غادي ناخذ دوك الحيمات وغادي نفرتتهم على الصدر. درت على قبل نهيله كتبغي الصدر. صافي راه ما زدتش الماء، ولكن هاد الطنجره ما كطيحش الماء عاوتاني، داكشي باش ما زدتش الماء. هاد الوقيته اللي بغى يعسل هاد المريقه راه يعسلها. وريكم البنات صافي العشاء طاب، وهذا شي يقولوا ليه الصفاره الفوره الاخر بقى ما درتهاش. وريكم باش تجاني من الصحراء. هذا البنات الصابون البلدي، هذا الصابون البلدي غنديرو في شي بواطا باين غيكون زوين. والحنه راه ما نقولش لكم ريحتها عاطيه، غير غنسولها كانت ديال الشعر غتاخذ انا وهيله كلتا الاحوال كلتا الاحوال نويله واخداها واخداها. عرفتوا ريحتها كي دايره؟ شكرا فدوى بزاف بزاف بزاف. فدوى من زاكوره واحد قالت لي البلاصه ما بقيتش عاقله. الله شكرا فدوى، الله يدير بحسابك ولو جيست وحق الله. شفتوا الانسان انا غير هذيك، انا الانسان جالس مثلا دابا هنا انا كنظن هذاك حلم، انا قلت حلم، انا الانسان جالس وكيدير كيقاد كيقاد الكحل كيدير فهمتوا كيصاوب كل واحد بوحدو. هذا راه فحال شي حاجه كبيره، ماشي ضروري خاص يكون واحد الكادو اللي غالي عاد غنقولو زوين بزاف. هذا 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 انك صايبات الكحيه ودات كلها، المهم باينه واقيلا هذا الحقوق. انا هادشي اللي قلت تنحلوا البنات تاليلو نديرو شي حاجه مصايبه على ليدا البنات كتكون زوينه. شوفوا كي داير ومنيل يا البنات منيل نديرو في القريعه. هذه هي البنات صرغينه حتى هي ريحتها عاطيه. عرفتوا صرغينه في شكل جاتني ماشي بحال، شوفوا واحد الريحه فيها. اجا نهيله تشمي صرغينه واحد الريحه فيها واعره. بغيت نقيسها بيدي حتى غنمشي للسفه مع ريحتها مجهده بزاف غتبقى لاصقه ليا في يدي. هذا البنات هذا البنات الخل الصحراوي شوفوا بالعشوب ديالو لتحت. شكرا لك فدوى والله يدير بحسابك وردها لختي في ساعة الخير ان شاء الله. هذاك التطبيق ديال الملوي طبقاته اختي تيكا اللي صراحه هي اللي دارت داك التطبيق ديال البهله، هي اللي كانت دارته ودابا دارت الملوي. تبارك الله على جهه فن، هي راه تلميذه مجتهده، اي حاجه كنديرها كطبقها كتجي فنه. قلت لكم هاد الطريقه وعجبتها، قالت لي انا صراحه اول مره كنشوف الطريقه وجاتني ساهله. راه كيجي البنات واعر الملوي والطريقه سهله ويجيكم فارك وزوين. يلا شي شويه غادي نوض باش نقد. صافي تسنى غير يجي موضه باش نصايب هذيك الصفه. يلا خليكم معايا وتشوفين. ها هو لومبالاج هو هذا 13 درهم. ها هو انا خديته من سبات البنات، يعني ما نعاودش دابا كاع نرجع. هنا راه نقصت على كيلو حيت باليا بزاف، نقصتها راه هي تنبغيها ونكمل لها جوج فورات. يعني زوينة هاد الصفة صراحة، ما تكورات ما حتى حاجة، زوينة بزاف. من الأحسن تكون ديال العبار باش تعطيكم واحد المذاق زوين. ديروش البواطة، هدا السكر سعيدة ماشي الكلاص. هادي الخامسة يا البنات. صافي درت داك الدجاج سخون باش نحط. دوقي نهيلا الدجاج شوفي واش بركة. ندوقو دابا؟ دوقي وشوفي هو السخن. هاد الدجاج شميت فيه غير الدجاج. لا تيوليتي سلوك يتشمي. ياك الدجاجي واخد ليا دجاجي. والله ما خديته لك. وعاصي راه ملي غتشوفي الفيديو. حسيت بيه دجاجي. كنتي غتبقى دير فيديو. ياك دجاجك غير شويه مقطع. التقريم ديالك شويه شويه كنقول لها ويلي. عندكم حليباتي مقطعه 85 غرام. ما كملش 100 غرام. لا ما كملهاش. هائل. زوين رائع. زعما بغيت ندير لهم الديكور حيت غنصور نوري لكم الديكور في الزرا حطينا فوق الزربيه شنو الديكور. نوري لهم الديكور فين كاين. جات زوينه البنات فنات السفه والله تعجبتني.
يوسف قلت لي غادي ندير السفال العشاء، قال لي ماشي مشكل. مني جا دابا قال لي لا، قلت لي الرفيسه العامله، وقلت لي انا ما قلتش كاع الرفيسه العامله، ما خرجتش من فمي الرفيسه العامله. عزيز علي الرفيسه العامله، وانا فين دابا غياكلها مالها زوينه. شاش قلت لكم راه واخا ديروا غير شويه ديال الدجاج راه كيجي تبارك الله كثير. صافي انا كنتي كنحط حيت كاين نقص الدواب. صافي تي فاش يكون عندكم الحليب المركز البنات ديروه في السفره، راه كيجي خطير بزاف. شحال الاحتفالات الراجل البارح دات الكاس واقيلا دات الكاس مع شنو سميتو شكون اللي جايبها الخبار؟ لا راه حتى شي بصح عيش هضري ربحات وكاين شنو دات ما عرفت. واو يجي واعر. عندي لكم شويه هنا هنا بزاف غنخلي من الفوق شويه اللوز البنات كونكاسي باش نتوما كتاكلوا تقرميشه كاينه. وبغيت نقول لكم حبيباتي شكرا جزيلا لكم، لكم كل الشكر الشكر والتقدير مني. مشات الشكر 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 لهنا خطيكم والله الا بصح كنجي معكم كومونتيرات زوينين بزاف، كاين اللي دعاو معايا وصيفطوا لي ميساج كومونتير. ربي يحفظكم يا ربي والله يعطيكم الصحيحه ديالكم هي اهم حاجه. امين الله يعطيكم اللي في بالكم. الله يعطيكم كل ما كتمنوا في خاطركم يا انا معكم في الدعاء حتى انا خشيوني معكم. امين يا رب حتى هي معكم. هانتوما راهوما جابوا الفرشيطات ابدا انا ايدي نوريكم كي تجي كتجي ملقمه كتجي فنه. شوفوا شوفوا السفه كي جات حبه على ختها. دوق يوسف كنتي باغي رفيسه العاميه شنو قلت لك السفه السفه عندها علاقه بالرفيسه رفيسه العاميه شو بغيتي؟ اريد رفيسه العاميه يلاه زيدي فكرني بواحد بغيت لمس منها حنان عقلتي على واحد اريد حليب امي قلت لها ودوق بعد هذه شوف كي جات. بسم الله ثم يبدا مزيناتها كي جاتك واعره رائعه فنه شتي اجي تغدى عشيتي كل انا وهايله ضروري تعاينها قلت لها ما بقيتش بغيتي الحلوى صافي نتغدى ناكلو قالت لي لا نهضي دابا جيتي الحلوى نكون ناس ونوض يلا قطعي اختي قطعي بسم الله باش مرسوس كبر ولا صغار ويلي اختي انا ما بغيتش الليل هذا ولكن حيدي لها الاطار والاولى وانتي لا انت ضايخه بالنعاس اختي سيري تنعسي تغدى وكليها غير داكشي اللي عندي. بسم الله هاشي. واو رائعه هائله هائله رائعه. هاي البنات شتو كي جات واعر شتو كتقطعي البنات هانتوما ما كتهرس ما حتى حاجه سهوله واريحيه هاكا اختي بسم الله بسم الله ني تخلطت غلطني تخلطت كنت انا غوتك من عاصت انت تجري قلت لها صافي قلت لها راه غادي قالت لك لا كي جات واعر ديال ديال الحامض زوينه بسم الله ننسى البنات ها هو هذا راه فيتامين سي هذا راه فيتامين سي و 500 ميلي غرام صافي راه قربت نساليه صراحه ملي كنديرو حيده كنحس بالانرجي الحمد لله كنحس براسي بخير ولكن راه ما كنشربوش كل نهار هي ملي كنصبع عيانه وهذا فيتامين دي دا دي تر واحد انقطات حتى هو جيبه ليا اختي حتى هو زوين كنديرو هكا انقطات ندير دوك 5 انقطات في كاس الماء في نص كاس الماء وكنشربو ماشي كل نهار وماشي ديما هكا كتشربي تقريبا مره في 15 يوم اولا مره في الشهر على حسب ملي كنحس براسي عيانه ولكن ملي كندير التحاليل كنلقاهم ماشي هما هذوك. وصافي يا البنات هنا غادي يكون تسلى الفيديو غنقول لكم السلام عليكم خليت لكم الراحه وفي امان الله.